ابنا به خدای مزنو دلوان السلام علیکم و رحمت الله و برکاته بینر رزدار هر جهه که هین لیبن سلام و رحمت و برکت خدای الویت رزدار بد دل خوشین جارا قادی هاتین ات خزمت ویت رزدار دا اتناف برنامه گلشن دا هیویاوی چندیت خلق ابرو که دا جهه مفایو خیر من انشاء الله و تعالی و کیا دیار روژین سیشن بیاکو ام اتجل سیدای مل رمضان گلینه آن هیا خود ات خلق کا تایبته اب اعجاز و گریدایه ام بحث لید کین اما جب وان حنیرت خدای دین اوید کود چیکریت خدا پیدا کرین بتن گلی جارا ام مزانیاری سرنینن ام نزانین ام بچاوی سرویت بر خودینه ناچنت ناف نوارو که دا ناف وان حبتیو سر سرمانیت هند وی چیکری دا بلکو هندی ام زاناتر بین تی دا پتر ایمان و بیرو بوارد ما دیب خودی تعالی مکمتر لین چپینه بیتن یه زانا و نزان وک خودیت بیشتن نوکیه که چکی زانا بیتن دی خودی درست ناس کتن بله اگر مروف نه شارزا بیتت چیکریت خودی دا و دیب چونه بونه کتن احتمالا او باوریا وصا مکم مروفی نابتن بناو خواهیت رئیسدار جاره کرد بیم سید من رمضان تو گله کب خیرات خلاق کرد که داشت خودش راز خودش تراز بیش از الله دخیرات هم بیست سیدا ام ده دو خلاقی دا این بحث یک شوان گیانه ورا یه کودیسان خدای بحث لیکرد قرآن پیروز دا و کلواشی ده دیت نیه و اگرم برا خودینه جاوید مه دیت نه جاوید مه بهزرامه گیانه وره که گله که یه بهیزه گله که لاوازه و هم احتمالات برای خودی نیجه یعنی تنی اما نخوشید گهید ما ضرارید گهید ما اوجی پیشیه ورزیوان آیاتی تنها وی نگرم بد وی ورزی دا پیداد بن اف پیشیه هنی طبعا اکی تو دی آماجی پیده اسوی باری ما احتمالا هندک تشتن عقل مرو وی جارا من تحبت گرتی نباور ناکد بلکه حبت گرتی اف حنیرت هنید وی مخلوق هنید لو محمد آبنج بری همی قصیاره که وک همی جارن دیتره بجین که خود قرآن چه بحثی وی چه کریا هنی کریا بله بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دس بيك يا جرام سحكيني يعني رب العالمين مزنا هياوي عظمتاوي ديارد بتن بله شو الماسترين مخلوق يخدي شيكري كان بيجن خدي شندي مزنا أف كونه شيكري وكي آية القرآن بدل خلق السماوات والأرض لخلق السماوات أكبر من خلق الناس بله يعني شكرنا عسمانا مصطرش شتشتي بله شكرنا مروفا شوا مظنه يا رب العالمين ديارد بتنش تشتش هم يا مصطري كما جرادي إشارة بيضا من بحثي حيتي نهنجشين كلي بله يعني صدو هشتي طنا يجرانا وبيجا مظنه يا ويكا چندا إنسان دي ترهد خيني رأيت وچت دي بجي يتبور يتمجاريا داتي تتشت شوا مزنا يا رب العالمين تشتي مزن ديار بتن وصى مزنا هياوي تشتش هميا بشيك تريج ديار بتن بله يعني او خد افتشتا چندي مزنا افتشتا هندا مزن شيكري و چندي مزنا اف يعني دفي نا الى حنيره تشتت مزن داد ننتيد فيجاي بشيك دا چند مزن حنيره احتمالا مصدر شي مزن يعني هزر بك دو چاويت ميشي 12000 چافتي داب نو چند چند تشتكي مزنا بله يعني ام چاوه برای خود این چاوه روژه اسمانی چاوه که و چند مزنه و چند روناهیت دیتن بس چاوه یه میشه دو چاوه نهره که 6000 چاوه دیدا طبعا اف زانیاری تنی سیدا اون کو خودی تعالی اما جا پیدای بس اف تفاصیل تنی نگودین مروف دیو چونه بود کن بله بو چی خودی تعالی کریه اوه ویگاوی علمی اوه احتراف و دان پیدانا بوان حنیره تنی کریه بله دا مزناهی رب العالمین بما دیار بتو ام قرآن تخین تفسیر قرآن معنوی چد بجد خودی اشارات چد دتن برای مدتن چد اشتی دا همه قرآن بو هنده یا انسان به سر رکا درست بله رکا خودی خودی قیمت دایی کو اف مروف سر رکا رب العالمین پریو بشتن دا درست بتن اوه يعني هدفش قرآن هداية إنسانية بجد
رب العالمين سر مزناه يا خد دليلا نشان چونكو انسان بعقل انسان بجوه انسان بجاوه انسان يعني تشتت جهتن اوانا هميان نشاب ده بزانت كا خداني خداني في كوني چندي برحمه چندي مزنه چند عظمتاوي بجا چوا رب العالمين نشامدت مصدرين مخلوقاتا مزناه يا خد نشامدت وصاب بچي كترين مخلوقاتا جن نشامدتن اش برهندي انسان جاهل ينزان كي آية قرآن بيش ذلك مبلغهم من العلم افمروفت يعني تشتي بي علم بيجن بزاني نوان هندا كت زانبان هنا تقول منافق وكافر وملحد مشرك افتها هميت من عجب جرتي افخذي هندا مازن طبعا شو تشتي دستي دانا بيش في زيادة تري افخذي هندا مازن دي شو رابطا الخوي قرد بحسي بيشي كت بحسي ميشي كت بحسي يعني هما افش شرمة آياتا بستشاشي سورة البقرة بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين بجت إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الفيري إن رب العالمين جوابه مشركة وملحدة يعني بكافرة دتن هند بيجن شرمة يعني شنينة يعني بيش شت اشتا حتى رب العالمين بحس أمل خنا قرينا بحسيب كده شو رب العالمين مصنه يا خو بحسيب مشيك بيش يكتن يعني أبد كرعيب وقصيريب وبيغمبري صلاة قد السربن أبا نشف دينا أبد بيجي رب العالمين رأسا جواب ده قلت هندك يا خدية إن الله لا يستحيي رب العالمين نوبجت شرمة أز بحسي أز هنداي مظنو بحسي تشتكي بشي لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة يعني بيش شكي فما فوقها وش بيش يجي مصدر يعني بيش كان بشي كا شوي مصدر إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا بجد ديارت كتن بو خلكي مش نروفي خدان إيمان اختبار خطي مثلا رب العالمين بحسي تشتكي بشي كير بس دي شليت الإيمان ويدي مازن بتبشن رب العالمين شنت أفتشتي مازن ي مازنة يبشيك جي وصاية شيكري أو جي مازنة هي أو جي عظمته في قابل الدن يعني شو للجهاز هذا هندي بشي كتير بتن بزحمة ترى سعره ويبترى احتمالا هكا إيكي مازن بتن دي تشتكي أو ديك يعني بشت أفتشتها بصانة هي يعني بون منا عفوا سيد تبختن بون منا اخت كمبيوتر هاتي شيكر كمبيوتر دس بيكي هندي بيكي بيجن جوراكي بي هند منظم بين منظم بين بس هدي هدي هندي علم بيش كاتي هندي زناتر اللي هاتين يا بتشيكتر اللي او ديف محتاجة خلكي يعني حتى ولا هاتي كو افا فيجا فيكري موبايل دا ومرفشيت انا بدي كت بس يا دي وقت تفيجا بيجي تشتكي مازن اي مازن برفرها تشبي وبتشي وشو لا بدي بس تشتكي هير بتجاف نبين افجلا مازن افاد شوائط شيكر هند مازن جرب العالم بيشتن مروفة خدان إيمان إيمان وانزدت وأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم بيشن أفا حقية كجدف رب العالمين وأما الذين كفروا مروفة كافر شبهم ماذا أراد الله بهذا مثلا أفا تشيا تشيا رب العالمين أف مثلا بإينا رب العالمين جديف ذات بيشتن يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا مروفة خدان إيمان دي عقل خدت شولي كاشنت معجبية تشتي مازن وصا عجبية تشتي بشيجي ومروف كافر ويفاسق دي شكتن أما الذين كفى يقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين كيد السر داشت أو السر كاخد داشوي أو عقل خناد الشولي أو جهد خناد الشولي أو شافت خناد الشولي أو اعتراف بحقائق أفت هين بيناكتن جالفيري يعني نص قرآني بيشتن بيشي وسر بيشي ده طبعا سر ده شيء يعني إيش بيشي مصدر رب العالمين نابجة شرمة أس بحسي تشتكي بيشي بكم أنش بيشي مصدر مصدر بكلا خيبة مصدر بخطرة ويبة يعني بيشي كانت خطرة وكانت مترسيات ده هندا تشتهي شوي مصدر شوي كيم ترجي إيش بيشي كيم ترجي خطر أوي كهلا خيوي ويتشتي هوسا رب العالمين فان مثالات إنة ودبيجتن جل فيري طبعا كانت يعني سورة القرآن مثلا سورة النحل سورة النمل سورة الفيل أف سورتي نافت وانا رب العالمين القرآن دا قوتين سورة العنكبوت أف صحبتها كرين أفا تشتي عجيب وغريب يتنظن يتدا جل بلي سيدا بلي أو تشتي خدي تعالى بحث ليبكت
نأوى يعني بحسي بيشي بيشي هنديا برندايا وهنديا بسهمة وهنديا يعني نش ولاية بل كي وقت بحثت كات بحثي حبتي يت هبينا ويدات كات بلي اگر قصيار بكين اف بيشي هني زانستي چوا دايا ديار كرني يعني شيكر ناوي دايا چوايا بحثي مي شيكر تخلاكي تشوي دا بلي يعني حنيرت مظنت بيجين هبينا مي شي دا هبين تبحثي چاوي تويت كير تبحثي يعني دستو بيت ويت كير تبحثي او تشتي ورد جرد كادي كاس ايدي نشيد جوار بجرد وقت كنت نافله شي خدا شيكرنو پیدا کرنا پیشی افحنیره تهدی دهنه بله. یا نه؟ بله. طبعا رب العالمین گل جرا مزنهای خود یاد کت دو تشتی بزده ایک بله یه مزن و یه بچیک یه خطر و یه نه یه خطر بله یعنی تشتی وک ایک یعنی الویره رب العالمین وقتی بحثی مثلا پیشی کری آیاتا 26 سورة البقرة ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها ام دي سحكي مثلا علمي شو بحث كرا بله اولا پیشی يعني رب العالمين بحثي خطرا وقت بشتي يما ترسي دارا وعالمي چوش معلومات هندي نبي وقتی قرآن اف صحبت اكري بس في قوة كزانين بما ديار كتن پیشی وقتی سحت كتن بشتي اش ملي 6 سنتيمتر 6 ملي متر حتى نها يعني 10 سم 10 ملي شنو كا سنتيمتر يا شمي يا ماستري ناقه هاد سنتيمتر ويا شمي بشي كثير يجي 6 ملي ما 6 ملي ما والسيرفي شندي جرا عين وكي حيوانه تاكيد تر سري هاي سينجي هاي زكي هاي يعني 6 جوت بيايت هاي يعني شش بيت بيبا هاي يتدريج متزعيفا دو تشنجت بيفا هين قالكت قوينا يعني بو فريني وبو هجان دنيجي حتى وقتي بحسي بيش يتكن نابجتن تشنجت خط هجينة وكي الطيري چونك يا مصطرة الشهندي بجني طنين طنين يعني وسط هجينة هما دنج جديدن تنشي في جميلة بلي يعني انك هجمارتن شنات ثانية كده شصت جرا يشيت تشنجت خا الا اجهزة اي ثانيه كده تشيت شصت جرا دست يعني تشنجت خب هجينتن افا السيرفي يعني براخب دي في مزنه كي تشيتن فيغا بك انسان دستا يعني ثانيه ده جرا كي بينو تو احتمال دست في دي دي بي او دي افا تو اف مخلوقة هندا بتشيت و افا شنا افا هندا كيم تو چوات شي اتصانيا كدا شصد جارا برد خب هجيني يا ربي تو چندي مازني او يتأف مخلوقة شي كري اول فيري وقت علماء فيقا بساعدتيني اپيشي صد جاويد هاي في جاويد او جاويد تري دا هر اكي بينجي جاويد تيدا هاي هر دو جاويد وي يتأفيد بچيك صد جاويد هاين طبعا پيشي اكار منو بساح كتي تشتت غلقت عجيب وغريب يتيدا هاي اگر تو صحکه سری و ما گوتی صد جاویت دیدا پشت هنگی دوی و وجا پیشی چنده و وجا دوی پیشی چنده بله. 48 ددانت دیدا ماشاءالله یت ما چندن سهودو سهودو اوی 48 ددانت دیدا پیشی سه سنگت سه دلت هاین دلک نیوی دلک چنگ رخی راسته دلک چنگ رخی چپی دل مازن اوی همیا و دلی دیتری وی رخی و دلی دیتری وی رخی دیتری هفه سی دلی تاین چلو هشت ددانه تاین و هر وکی مگوتی دلکی رئیسی های سینگی دا و هر چنگ کیجی دلکی های یعنی جدا و مستقل شولت کتن رب العالمین وصا چه کرین و اوان دلاجی که دلی ما چوانه اوی جو وصا بطاین تاین و اذین و دسامان و اوه تفصیل که یا وکی بجنیا دختوره وكي رب العالمين القرآن دا بمعت آخر بيشتن ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى بسيار فرعونش موسى في غنبارك الصلاة وقد السربن قلتي فمن ربكما يا موسى ربي وكيه خدان كري وكيه إن رب العالمين أف أبدي قلتي ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى بجوارة برخب ده ما بس بحسي بيشي خدي شوا بيشي خدان كرا خدان وي شوانا أبا صد جافن وشل هجد دانو سي يعني دلت هين دلت يت أودي دلك ينيفي وإكي في الرخي وي الرخي دي تري هندا تشتي دي تري أم سحكيني بيشي وقت تشتي ناك الأخي ويد بينا تندا مازن أو دي تشتي
آن رنگی وید بینه تا و فلان تشت و دشته. نه کلاخه، و نه رنگه، و نه شکلی وی جی پی ناست کتن. باشه پاچه و تشتی ناست کت و دشته و دچه و آبی بیتن. بیشتر پیشی به حرارتی، گرماتیه دیوی تشتی ناست کت که آفتشیه. معنای چیه؟ جهاز که وی یه حساسه، بیشتر حساسیه وی. حساسیه وی جهازی که تشتی پیت حسد و حرارتی ایکش هزار صدیه ماشا هم نبی ایک صدیه دو صدیه بله ایکش هزار اش نیک صدیه یعنی هند حساسه بو تشتی ورگرتنه رب العالمینی او جهازه دایه حرارتی تشتی زامد او ایک یا دوی جهاز استقبال که گرمش کی وحاد رخی راسته یه چه پیش کهات کی دره يعني أبيجت زانت ناست كتن هكذا هم بس جي حرارات باش كي واتيت نزان إن جهاز استقبال ليه هاي بيجني ويادي تري جهازك وكي ما قلت استقبال رادارة دس رب العالمين جهازك داية شكري خوينة تحليل كت همي خوين كيرنا إد بخون بله وهمي خوين أجنشت هالكيشتن لا كيروي بيت لا كيروي بيت يعني عين وكي مختبرك يا دكتور انا اجي زيد في ودي فحص كان وكي هم جرجو بجين فلان كيسي خوين تحله جانا دي راجو كشفت كدي هني يعني بيشتن همي تشت مناسب نين بوي يعني هندا تشت عجيبتا ايك بيش جهازك هي سيدا مدل فيل راوستين وان باشي وان جوريت هني بيجابت كاتشوا يعني خوين فحص بكت دي زفرينيا بقى انجار خودي حاسي كده نقل مدام بين ريد ريزدار بو تمام كرنا بابتي جاريك دي سلام ولو ابن بين ريد ريزدار يت بردامو ميبانه يا خودي جل خلقا افروكاج برنامه قلشن جل ديوانا سيدة عزيز سيدة من رمضان قولي سيدا تا ما اخفتنا تا روستان بله قوتا قوتي اف بيشيهاني نهر خويناكي قو هما هابتن شدادتن هر مروفاك بتن هر تشتاك بتن في خويناهانيت كيشتن فيوب باري هنجي اختباراكي بكت فحصاكي بو بكت حتى كو اوا قنجاي ويب هلجرت بله اولا ما قوتي تشتی آن نابینی تب کلاخی و کلاخه که دیشتی آن اوه رنگه که دیشتی آن اوه شکلی وی حسانه دیشتی اوه شکلی مروویه و اینما اب حرارتی استقبال حراری جهازه که های استقبال حراری حرارتا تشتی زانتن اوه مروفان اوه حیواناتان اوه فلان نوعی حیوانی اوه فلانه و بشن دیشتی اوه جهاز استقبال زانتن که اوه حرارتا شکیوتی دیشی و جهازه ویج مگوتی ایکش هزارش صدی نه نوطنها الصدي نه صد الصدي ايكش هزاري الصدي بزانا يعني كانت جهازة حساسة افا ايك يادوي جهازة كي تحليل الدم يعني افا تشخينة افا قابي قالا جاي دي تشد خينة ويفحص كن كادب كير فين ساخي ات انا افا چنا وعي خينة دي بكير ان انا او جي اريف خينة بوي باشا انا جهازة كي هاي دي خينة فحص كتن بجاب زانا چند دي فحصت كت و كنجي و خدان كان بيت حسد يعني بثانية بان شوات فحصت ويت همايت يت سريعا ودقيق شكل الجلد فحص كده الجلد كشر تحليل بله بلا خاطر بيش خينا بكيرت انا او ايك يا دويجي دي شكتن يعني دي تحليل كده شني قدي ميجت كيرتت انا يا سيدي بلا خاطر دمروف يتسر تختك يا ند غرفه كي بنفن ايك رابي قلتي بيش يا صخرم يدي تري قلتي بوني مش ماجنبي فعلا هرد شو وصلنا اوه پیش یا خور اوه تری هاجی نوی بو چی؟ خود خوینه مل بروان تحل کدیش اوه پیش یا اوه خوینه بکرتت او خوین خور بکر یادی نشو احتمالا زانتن که اف خوینه بایش اجی آن نخوینه یعنی فحصت کت اف ایش اف خوینه هکه بر زرار بوی زرار بوی آن نه تحلیل که تمام دی اینتن اوه دو و پیش دینگی یادی یعنی همشه میان جهاز اگه مختبری هست مختبری و جا صد صد مختبراوی خلطی جتی دانینه یادی تری دیشلی که تن اوه خینه کرویتید بوی باشه بس یا وقت بیشتر چرا دیشلی که گرانه نشتن پلکیشتن
جهاز كده تري هاي در رابط بخيني. كنت شاخت مشين قوشت دي كريم باب قوشت هات شراكير خوارني وكلام دي زحمتها. لانا قلت جرا أبت أبت إشد لي هاي دكتور إشد لي هاي دكتور دي شلي كده بيشت خيناتا لازم الرهم ببت دا جراني سر سر دلي نبتن عين أباج دي إينتن دا صابتي تشتكي كتناف خي أبدي دا خيني دا ودي الرهن كت دا بشت هلكيشتن. جهاز كده تري هاي طبعا بيش دادايه وكرت نكلي خا كرتيرا اي بلكي مرو دي بي حست اي ضربه كي دين دي كوجي دي بانج كي تخديره هاي دي انتن ويجه يعني جرا جرا ما واقع السيدة احتمال بيش كي خاصة فيك ليش نيكو وجهه بانج بردا تو بي حسايه اش نيكا او يا شو يخصا فيك ويا فري ويا شو اش نيكا تو بي حسايه باولا اف تشو دي يدري خوري ني براخدي يعني جهاز كي تخدير هي چون كي هيك تخدير نكت يعني بانج نكتن دي خدان ايش دغا ايش دي ضربه كي دين تو جي حتى مروف من حيبتي سيدا اف يعني درزيوي امام بيجنا كي او خوينه بيت ميجتن خو بيشي چند يا ضعيف ولا واسه او چند یا ضعیفه ها وی جگته به حس پاشی لگی با چوا یعنی وصاب وصاد یا پیز حتا چرمی داد چتا اف جل ده بحثی ما گوتی ما گوتی جهاز که های حرارت جهاز د تری خوینی تحلیل کت کرتت آن جهاز د تری خوینی رهنت کت نه کپ کر نه جهاز کی دی وی های خوینی او عرضی تخدیرت کت دانه ات کشتنی او الویری د خوینی هل کشتن او د چت شویری ودي فرة ومفعول تخدير جدي او دي بجاركة دي ايش تخدان دي خورينتن عن دي ضربك دينتي و او جيال العصمانات شتو يا يار ياب مروفيد كتن مشتي مروفيد كانت الفيري ام دي انت بحسي نكلي ويكر بلي ياش ما بقى نكلي ويكر هم ادري زكاك ام طبعا جاف نابينين بلي شش چنگال شش كيركن اب چارا وی رخی و رخی دی مربع که دی لشی کولت داخلی سر کرد چار ویدیت دوی ویده چار وکید بین وکی کیرکا دی برین اکی اختید وی رخی و رخی دی و رخی دی و رخی دی و خوین دی ایتن اب کشتن دوی دی جی وکی بوریت اخت ایک تزانی وکی بوریت دی اختی و داوی خوینی هل کشتن ماشاءالله و وان شولت ما گوتین هم میاد وی وقتی داد کم رو وی ها جنینه بله الله تو بچاف ببینی میش پیشکی داد آید بجوه مثلا دسته میرین برخواه میش پیشوی اصل حدام رو اله تو بچاف ببینی هیش اما وکی دیگر نل برچاف بد رو پینا خست خواه دیوان شوله هم میاد کتن و هیش چوانه جی مرو وی ها جنینه بجوه تو حضرت خود وی خودی هنده مزن دابکه اف مخلوقه حسا چی کری و هنده بچیک و هنده چنه تزانی اوه همی حنراوی اوه چندی مزنه عالمك ما هي يا عراقيه بجني صالح السامراء بحسي خاطر قلت اس وقت كي مروكي ايمانهم يا ضعيف بي حس تقريبا كي مروكي ملحد بي قلت بدو تشتاس اوي دي بمس اس يعني سر راوستم ايمانهم قوي بي بقى عالمك قالك ما ظنها اك شو انا قلت بيشي ان شاء الله بيشي قلت بيشي بلي هيك تخابكتن در رابط نوکی بلمید بچی چیکت هر بلمه که شوانا خواستن پیشی آوه دی بلمه که شوانا دی بایده که کتی دی بجای که بلم چنده و چند بچی که پیش بایده این حجمه بجای یعنی اوجی صد هیکا حتی چهار صدا هر جاره کت کتن صدا حتی چهار صدا اگو دی کت تیدا هر بلمه که شوانا دی هیکا که کت تیدا و بجای کانه چه آده نخیمه تو اویده کتن و او خواده مرد اف نوعی پیشیه گوتی تشکاوی دشویری در کهوتن و نفس ویش ولی دکت اوه داوی کری ندای دیتا نباب دیتا کس ندیتا گم هزرت خواه کرن باشه کی نیشا وی حیوان دا حتی اوه هوب کتی و تی اوه بی ایک شوانا از زفر راندم نقطا دی ترج احتمالا بجن یادی چی بی و تی یادی مروه کی جوتیاره کی میریش که که یعنی کرگ بی انده هیک دینام بن گوته چه هیک یدی همیت میریش که بین بس هیک اگه دینا بن یوان میریش که بی طیری بی اوید آوید داد جید و اوش دینا بن میریش که همی اینان داری هندی او طبعا نشان کرد او هیکا یا آوی که اوید چی کتن گوته اف چی که در کتنش هیکه اوید میریش که همی بلیف میریش که کتن و چو عرد هشکاتی گوته اوادی تیره تنه او میریش که آوی گوته وقتی تهاد قصد آوید یا چو سر آوی ماشاءالله کی نشاد آه؟ بجال ویری
يعني عظمة رب العالمين بمديارت بتن السر يعني خلقيات أي بوفي أم دي إنسا حتى بحسي خطر تويكر زيانة تويكر زيانة تويكر طبعا يا مشهورة بلي عنامي شو أبي دي توي نديتن بوزانين 2000 حتى 3000 نوعة بيش جايت هاي بلي 2000 حتى 3000 نوعة بيش جايت هاي البيشي يا ديارة إشكو بربلا وهمي عالم زون بجني ملاريا أف بيشت بجن حميدة مؤسسة عفوا الورزة جرمي درت كابن التغذيات ينينن بجل قال يعني هند عرضة مثلا بلكي هندك التغذيات يجين دك الاخر جين دك الاوفيد جين دك يعني جيوان هات يا ديار كرني جيوان كا بيشتن يا دويه بربلاف اش بي اوديا مخلوقات بربلاف سريع عرضية يا دويه يا ايكيميريا وك مانا مانا وان وهند عرضة جي هند عرضة جي كسنشت بشتش بروي بله هند عرضة كسنشت بشتش بروي يعني هنت يا خطره بجا اف ايش ملاريا افا جالك مروف ادجرتن وحتى بشتن 207 مليون مروف صالب اتنسخت ما شاء الله 2 مليون شبان مروفا من العرض كي دي تي دول عرض كي دي تي 5 مليون بيت مرن واف المي بيش كتي في الدنيا اهميه نشا بخوش خطره بيش خلاص كده ويعني ايش كا بربلا وسر كره الارضيه اهميه معنوي الهمي ارضات جيتن تزن الهمي عرضة يا بربلافة وأفا إيك شوانا بجن أنفيل أفا إيشت ملارية إيش إيكا دي تريا هاي هر بيشيات بجن كيوليكس أفا جي قالك إيش نقلت كتن إيك شوانا بجن الحمى الدماغية إيكا دي تريد بجن البعوضة الزاعجة الزاعجة يعني بيش أبا بيجنن فيروسات نقلت بيجن الحمى الصفراء الحمى الدماغية حمى الضنك أبا همي إشيت مشهور يعني دف دكتورة إكواديتال بيجن أبي الركب أو حمى الركب النازفة أو حمى تكسير العظام يعني هروكي يعني هستيتش كينت يعني خطرة وقت شد لي دلشيدة وأبديا يعني تأثيرك يجريك مازم بيجد بيشتن نزكي 207 مليون مروفة هر سال 207 مليون مروف نساخن بإيشا ملاري يعني بإيشة بيشي إجوان 200 نزيكي 2 مليون وفيش إحصاءات احتمال أمم المتحدة أفصالة إحصاء يدري خص بشي كان صالة كده يدري خص 2 مليون مروف بيت مرن وبربلا فجي الهمي عرضة حتى بيشتن صالة نوتو بينجي الباجير نيوجيرسي أمريكا بيشتن يعني رفت ووصى بربلا فبين يعني عالمي ازيتك قالك نخش جديد وحتى حرب العالميه يا 2945 جي بيشتن بربلافبي بهزارات وكيت بيجن عرض جرتن وجه جرتن وتشو جيش جنشيا مقابلي طبعا يش حربي ذلك كاس نشيا مقابلي راوستة حتى نوفي ويكر تشد قلتي النمر الاسيوي بلانجي اسيوي بوشي تشكو اصلي ش قارة آسيا در كتبي. طبعاً خطرت بي يعني يت بيشية يعني جالك تشتت جالك مظن إيشت جالك مظن ود جرتن شوانا يعني أبد في قابي موجودين وجالك نوع الدترج يتهين طبعاً تفصيلات الدكتور في تشي باش تزونن كان كان مظن بس إيك شوانا أبا مقاومة نها تكرني علاج نها تكرني هر سال سرفي بشكتنا دنيا همي جرا نزكي 207 مليون مروفا بين ساخن 2 مليون من جوانات مرن الفان دكتورا في الفان درمانا وفان تشتهمية وأفا مخلوقك تشندي بشيكا ومشرك وملحد ومش كافر ومنافقة ترعب بو بيغنبري وبما بصرمانا أفا تشي كتابة كو بحسي بيشي ما بيشي تشيه وحتى علمي في قابي قرني بستيشنك أبو ما افتشت ديار حنجت ديار كن خطرت ديار كن بله سيدا افي جانوري تني صراحه انا من باشينين يعني ايش تو صدا صد يعني باشي جيت هين هر تشتكي هبت باشي جيت هين خرابي تشكو ايات القران هيك عم تشتي بزاني جن زانين ايات القران دينا برسين كخه ربنا ما خلقت هذا باطلا يعني باطل ايش قصده بمعنى بفايده بمفا رب العالمين تشتشت تشينكرا يعني الله مفاكيت اذا باشكت اذا
بیش از گلک دیبش با آب رب العالمینی حیواناتی شکری گوشتی ویت خوارن اون دکی دیتری نایت خوارن بس هر آبایی شولکی مزن یبو متکن بی فایده نینه بله بله مگوتی جگت به حسکر آماج پیدا بس هر بود تأکید کردن خارن آوی جیان آوی تنی سر خوینا مروفا خوینا مروفا خواستان ناخود برای خب یامی خوارناوی سر خوینا مروفانه چونکی او لشه وی هوجه وی خوینه یه و تشکیت وی هوجه وی خوینه نه و خدان کرنا یعنی وان تشکه هوجه وی خوینه یه یادی تری یانیر اغلب بهن اویدیا یعنی کلیل که اویدی توانات خودن یعنی تشتی توانا به طاموانا آواوانا تشتی وانا یعنی سر گیا جیتن بس اوان می اوامه یعنی موضوع همی موضوعی وی وش بر هنده گوتی البعوضه إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها سبحان الله بحسي كيش كي كير بحسي يوم ميكر أف صحبتت ما قلت إن أبها مية مية يعني أفان شولات كتن فان نقلة يعني خدان كرنا تيشكا فان أبدي أبها مية أغلبة يوم مية وأفايا طبعا أبا خينا إنساني تخطن وأبدي ليت كتن بجا وقت تيتن مثلا خينات هلكيشتن قالوا خيني إيشاجي بر بلاغت کتن کت نو وی او دی دا لش انسانی دا بله اه بحث نکری کو امری وی دا کاچن دا کاچن جرا مثلا هیکات کت هر جوری چوا کت وی یعنی تقریبا محس دو خطبات کتن دی او دی بتن او جدی هیکا کتن و هیکت وی جی صدا حتی چهار صدا هر یعنی هر جاره کی صد هیکا حتی چهار صد هیکا اف مخلوقه اف حيوانات كتن بلد. وطبعا طبعا همينابن اكيد جيتون معناه كرتن آه. لو هندا يا كرتن ايه يا دي تريجي افهم اف هيك همي ببن بيشي دي دنيا خلاص كن هندك حيوانات يتهين بسر هيك تويت جيت هندك السروي بخب قد جيت هندك سرتش كتويت جين يعني حتى ايك در كافتن احتمالا هزارات اجي تشن يعني زاد ابو هند حيوانات دي تري اجر او حيوان تبحسي هندك الفايده تويتشنا يعني اف حيوانه خورنا عند حيوانه تسر بيشيه اگر خدي هند بيشيه عندك عند خرزينه كتو سر هيك تو اف زاد بوان حيوانه نبت او حيوان بمشو لك دي تريدك بله مثلا اك شو انا طير اجا طير نبونا اف بيشي مشو اودي بدا عرضي همي فجر اي طير شتكتن فون حيوانه تدخل حتى توازنك شد بتنا بينه وندو جاء اف زاد بو هندك دي هندك دي شو لك دي بمتكن وايه قرانه صريحه ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار اف ايك يا دويجي علماء هم سر هندنا كم مخلوق نايب الروح نشينكاتي نا كم مخلوق نين خد تشيكرين في كوني ده اللي هي فايده كي بمتكن ام هوجي شنو ام هوجي وجود وينا بمينتن اگر نمينتن جیان ما دهند گهورین که ونی یت متر سیدار. بله. گله سپاس بوده سیدا. در آخر دم ویست با وان رون کرنا و وان زانیاریت هنی سر اوی مخلوق خدای اوی بچی و حنیرید گله کت مازن تیدا هین. خودی تعالی انشالله وان زانینا وان زانیاریا سر وان مخلوق هنی پتر ایمان و بیرو باره من زیده بکتن انشالله و تعالی گله سپاس بوده خودت علی خیرات میستن گله سپاس با بینه رت رزدار و یند خوشت بی حضانو که این گلمه دا بین هفیام اوه انشالا زانیاری و ورگرت بین اشوی بابت ابرو که السر وی گیانه وره هنیا بچیک یکو ام چاف چه هزرا بونه کین بله اتچه کرنو پیدا بیناوی دا گلک حنیرین مزم تیده هنه بخاطر اوه خودت گلمه همیابد